يقول أنا عشان أقرأ عشان ما أضيع بالحديث، يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخلها تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دين أو تطرد عنه جوع. فالحديث كثيرة صلى الله عليه وسلم. وبيت يصب في ذا الموضوع في الجود والكرم لابن جدلة، يقول ليتني مثل النخل ما يجيب الا تم. انت سمعت بيت يصب في الجود والكرم، ليتني مثل النخل ما يجيب الا تم، يقول ابن جدلة رحمه الله عليه. يا سلام. فكل منا اكيد انه قد تصدق بحاجة بسيطة وجاء حاجة ما توقع، حتى هو في ذهول منها يقول يا ولد انا كيف جاتني ذي الحاجة، صح ولا لا؟ لو نشارك تحداك تلقى ما تلقى احد عنده موقف، اكيد مثل ما ذكر ابو